وبشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا في ظل تفشي فيروس كورونا والقصف المستمر للنظام وحلفائه على المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أستاذ رضا، أهلا بكم. يعني برنامج الغذاء العالمي يقول إن 2,200,000 سوري قد يفقدون أمنهم الغذائي. بداية، لو تصف لنا الأوضاع المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، كيف الأحوال هناك أستاذ رضا؟ مساء الخير لكم ولجميع الأخوة المشاهدين. سيدي الكريم، بداية لو تسمح لي بدقائق إضافية حتى أتمكن من إيصال الفكرة كاملة. نعم. أريد فقط أن أذكر لكم الإحصائية الأخيرة التي أجريت لإدلب من قبل منسقي الاستجابة، حيث بلغ عدد السكان الإجمالي 4,000,000 وقرابة 200,000، نصفهم من السكان الأصليين والنصف الآخر من المهجرين. هذه المنطقة تحتوي على 1,293 مخيم، بينها 382 مخيم عشوائي. يعيش في المخيمات قرابة 1,050,000 لاجئ أو نازح، يمكنها تسميتهم، بينهم قرابة 200,000 بالمخيمات العشوائية. طيب. موزعين على الشكل التالي: أطفال دون سن الخامسة 695,000، أطفال بين الخامسة والخامسة عشر 560,000، بينهم 198,000 يتيم دون 18 عام، وقرابة 200,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و 47,000 امرأة فقدت معيلها. طيب. هذه الأرقام منذ أيام كانت لآخر إحصائية لمدينة إدلب وأرياتها في المناطق التي أصبحت هي معقل المهجرين السوريين من غالبية المدن التي تهجروا منها. طيب أستاذ رضا، نعم. أستاذ رضا، يعني هذه الأرقام التي ذكرتها، هل يصلهم الغذاء والدواء للسوريين، لا سيما في ظل جائحة كورونا؟ هل يصل لجميع هؤلاء الأرقام التي ذكرتها، ربما يكون بالآلاف والملايين، هل يصلها شيء من الغذاء والدواء؟ سيدي الكريم، لو دققنا قليلا بهذه الأرقام لنجد الأمر مخيف جدا. يعني عندما نتكلم عن قرابة 1,300,000 طفل دون أي أي اهتمام، دون أي تعليم، عناية طبية، دون مستقبل، دون أي شيء. أنا فقط أتكلم الآن عن شريحة الأطفال. فمليون وثلاثمائة ألف طفل هم لا مستقبل لهم، لا بارقة أمل أمامهم في هذه الظلمة التي يعيشونها اليوم. الوضع المزري في المناطق التي يعيشها النازحين أصبحت وصلت لحال لا يمكن وصفها. 4,000,000 إنسان في بقعة جغرافية صغيرة، ماذا تتوقع أن يعملوا؟ كيف يمكن أن يعيشوا؟ هذه نعم. المناطق أليست نعم. تسيطر عليها المعارضة؟ ما دورها إذن؟ دور المعارضة في ذلك؟ سيدي، المعارضة موجودة، تدير هذه المناطق، ونوعا ما تحافظ على الأمن الداخلي فيها. طيب. أنت تعلم في كل يوم يحصل هناك خروقات عديدة من قبل النظام والحلفاء له، قصف بعض القرى المحاذية للشريط الفاصل بينهم. نعم. في كل يوم لدينا قصف، إما طائرات أو قصف مدفعية، يكون حصيلة شهداء، حصيلة إصابات متعددة، هذا يوميا يحصل هذا الأمر. نعم. فقط أريد أن أنوه لأمر بأن حتى رغم ظروف المعيشة التعيسة التي كانت في بداية العام، اليوم وبعد جائحة كورونا أصبحت الأمور بمنتهى التردي، الأمور جدا مذرية في المناطق التي يعيشها المهجرين. أستاذ رضا، تقييمكم للجهود الدولية في إغاثة النازحين والمدنيين، هل تراها مقصرة في ذلك؟ سيدي، ذكرنا نحن الجهود الدولية، أنا عبر شاشتكم عدة مرات، يعني حقيقة شيء مخزي. أنا كرأي كقانوني هكذا أرى الأمر. أنا منذ أن تم طرح موضوع المساعدات على مجلس الأمن، فهذا الأمر قمة الإهانة للإنسانية جمعاء، أن يتم طرح موضوع مساعدات لنازحين مهجرين مدنيين لا يملكون شيء،
على مجلس الأمن ليتحكم به بعض الدول أو بعض الجهات التي هي بالأساس العدو الذي نقارعه نحن منذ سنوات، يتحكم بمصيرنا ويجعل مساعداتنا تدخل من خلال معبر واحد ويغلق باقي المعابر أو باقي الممرات الإنسانية التي كانت نوعا ما تساعد في المناطق المتعددة. من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لكم.